هي مش فكرة فانتازية خالص، هو دراما اجتماعية بسيطة قايمة على هوس شخص في أواخر العمر بحاجة ممكن تبقى صغيرة، لكن هي بتكشف حياته والعمر اللي عاشه والعمر اللي المفروض يعيشه بعد كده. الفيلم بيحتوي على قيمة فنية جيدة، أتمنى إن الجمهور لما يشوفه يحس بده ويتبسط بده. متحمسة النهاردة إن أنا أشوف فوتوكوبي، إن شاء الله يطلع فيلم كويس جدا. مبسوطة إن الفيلم بتاعي في المهرجان ده، فيلم حلو وإن شاء الله يعجب الناس. إحنا كان لازم يمثلنا هذا المهرجان بالشكل ده، والجونة مكان أو وجهة أو منطقة فيها روح حلوة وفيها شكل حلو مشرف لمصر. الفن طبعا دوره مهم جدا وبيأثر في الشعوب وبيأثر وبيعمل ثورات، فالفن حاجة عظيمة، وإن يتعمل مهرجان بالمستوى دوت أنا سعيد إن حاجة زي موجودة في مصر. إنه الجونة ليها طبع خاص، المدينة شكلها مختلف، إنه يتعمل فيها مهرجان السينما هو أصلا قصده إنه يبقى فيه أتراكشن للسينما. إذا كان تنظيمها كويس وسلكشن الأفلام اللي فيها كويس هتساهم في إنها تحط أي مهرجان على خريطة المهرجانات المهمة في العالم. وإحنا بنتكلم مهرجانات مهمة في العالم بنتكلم عن 10 مهرجانات، وأنا عندي توقع وأمل إن الجونة هيكون واحد منهم إن شاء الله.